لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحدث ووقائع معركة أين الله الجزء 63. وعنوان حلقتنا النهاردة العلامة الوهابي الدودو يبدع الوهابية ويوافق الأشاعرة. شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ الجامي قال للأشاعرة أنتوا بتقولوا نزول الله هو نزول الأمر أو نزول الملك، احلفوا كده وإحنا هنصدقكم، مش هتقدروا تحلفوا لأن التأويل بتاعكم مش يقيني، ده تأويل ظني. وفي حلقة النهاردة هنواصل الكلام بين إنكار الأشاعرة للصفات الخبرية السمعية وبين إثبات علماء غلاة الحنابلة الوهابية الثلاثية للصفات دي، وهنشوف في آخر الحلقة مفاجأة. الشيخ الجامي لما سمع أن الأشاعرة بيقولوا أن نزول الله إلى السماء الدنيا معناه نزول الملك أو نزول أمر الله أو نزول الملك بأمر الله، خلينا نشوف قال إيه في الفيديو اللي جاي. وإذا قلتم ينزل معناه نزول الأمر أو نزول الملك، وهل تحلفون بالله بأن الرسول أراد بنزول الله نزول الأمر أو نزول الملك؟ لن يستطيعوا أن يحلفوا، أي إن المعنى المؤول إليه معنى ظني غير يقيني. الشيخ الجامي بيقول للأشاعرة أنتوا بتقولوا نزول الله هو نزول الأمر أو نزول الملك، أنتوا بتتكلموا بجد؟ طب احلفوا كده واحنا هنصدقكم، مش هتقدروا تحلفوا لان التأويل بتاعكم مش يقيني، ده تأويل ظني. ونشوف الشيخ الأشعري جيل صادق في الفيديو اللي جاي وهو بيقول ان اللي ينكر نزول الله رسول الإسلام نفسه. أحبابنا الكرام، لم يكن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية السوداء أين الله سؤالا عن الجهة أو المكان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعرف خلق الله بالله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن الله تعالى موجود بلا مكان، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش. لاحظوا حضراتكم ان الشيخ الأشعري الشيخ جيل صادق في الاول لما اتكلم عن حديث النزول في الحلقة اللي فاتت قال قال رسول الله ينزل ملك بأمر ربنا، وده هو معنى الحديث وهذا مراد رسول الله، مش احنا الأشعرة اللي بيقول ان نزول الله الى السماء الدنيا معناه ان الله يأمر ملك بأمر الله، لا ده كلام رسول الإسلام. وبرضو لما اتكلم الأشعري الشيخ جيل صادق عن سؤال رسول الإسلام للجارية أين الله؟ قال إن رسول الله هو أعرف الخلق خلق الله بالله سبحانه وتعالى، هو يعلم أن الله تعالى موجود بلا مكان، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش. يعني رسول الإسلام مش بيقصد إن الله في السماء، وأصلاً رسول الإسلام لا يؤمن إن الله في السماء ولا يؤمن إن الله يجلس على العرش. ونشوف الفيديو اللي جاي والشيخ الأشعري جيل صادق وهو بينقل كلام الإمام السندي. يقول الإمام السندي قول النبي عليه الصلاة والسلام أين الله قيل معناه في أي جهة يتوجه المتوجهون إلى الله تعالى، وقولها في السماء أي في جهة السماء يتوجهون، والمطلوب معرفة أن تعترف بوجوده تعالى لا إثبات الجهة لله. فيا أحبابنا الكرام، هذا ما عليه أئمة الإسلام وهذا ما نحن عليه، والحمد لله رب العالمين. وزي ما شفنا الشيخ الأشعري جيل صادق بيقول إن سؤال رسول الإسلام أصلا مش معناه أين الله، إن الله في السماء، علشان كده الجارية جاوبت رسول الإسلام في السماء فالرسول وافق إن الله في السماء، لأ ده سؤال رسول الإسلام له معنى خفي. ومعنى سؤال الرسول للجارية أين الله في أي جهة يتوجه المتوجهون إلى الله تعالى، ومعنى جواب الجارية في السماء أي في جهة السماء يتوجهون، لأن الرسول كان عاوز يعرف هل الجارية تعترف بوجود الله أم لا، مش بيسألها عن إثبات الجهة لله. ونرجع مرة تانية لكلام الشيخ الجامي ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. ولكن إثبات الوجه وإثبات اليد وإثبات القدم وإثبات النزول وإثبات المجيء يؤدي إلى التشبيه.
المشكلة إن الأشاعرة في الصفات الخبرية لو أثبتوها فحسب مذهبهم هيكونوا شبهوا، يعني التشبيه واقع لا محالة، فصفة اليد وصفة الرجل وصفة العين هي ألفاظ معانيها أعضاء، يعني حتى الأشاعرة بيقولوا إن دي أصلاً مش صفات، يعني مجرد ألفاظ لا يدل، مجرد اللفظ لا يدل على الصفة. ونشوف مع بعض الدكتور عبد القادر الحسين هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. طيب الآن أسألكم سؤال، هو عند ابن تيمية اليد صفة ولابد أن الرجل صفة والعين صفة، سأسألكم يعني حتى في لغة العرب هل يوصف الإنسان إذا قيل الإنسان والله هذا يد هذا رجل هذا عين؟ هذه ليس الصفات، هذه أعضاء في المخلوقات، هي أعضاء. إذا نسبت لله سبحانه وتعالى لها معنيان، معنى ظاهر مردود، وهو ماذا؟ أنها عضو إله ليس إلها. إذا الإله المبعض من أعضاء مجزأ من أجزاء لا يكون إلها. والأشعار الدكتور عبد القادر الحسين بيسأل، هل ابن تيمية بيعتبر اليد صفة والرجل صفة والعين صفة؟ هل في لغة العرب يوصف الإنسان بأنه يد أو رجل؟ ما ينفعش، يبقى دي مش صفات إنما أسماء أعضاء في المخلوقات، وما نقدرش نقول إنها صفات لله لأنها أعضاء، ولو أضفناها إلى الله كصفات على حقيقتها هيبقى الله مجزأ وعنده يد وعين ورجل. في الحالة دي الإله اللي عبارة عن أجزاء مش إله. وفي الحقيقة إن كلام الأشعر الدكتور عبد القادر الحسين عن الصفات الخبرية إنها أسماء أعضاء لا يجوز أن تطلق بحقائقها في حق الله بيعتبر من أساسيات المذهب الأشعري. ونروح لفتح الباري شرح صحيح البخاري وهو بيشرح الكلام ده، شوفوا معايا على الشاشة بيقول إيه. ووقع في هذا الموضع يكشف ربنا عن ساقه، وهو من رواية سعيد ابن أبي هلال عن زيد ابن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك، ثم قال في قوله عن ساقه نكرة، ثم أخرجه من طريق حفص ابن ميسرة عن زيد ابن أسلم بلفظ يكشف عن ساق، قال الإسماعيلي هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة، ولا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين تعالى، الله عن ذلك ليس كمثله شيء. وزي ما شفنا ابن حجر وهو بينقل كلام الإسماعيلي وطبعا بيوافق عليه إن الألفاظ الدالة على الأعضاء زي اليد والرجل إنها ألفاظ توهم إن الله لأعضاء وجوارح، وبكده هيكون في تشبيه الله بالمخلوقين. طبعا قصد الإسماعيلي وابن حجر إنها ألفاظ لا تؤخذ بظواهرها فلازم ناخدها على المجاز. وخلينا نشوف رد الشيخ البراك بيقول لنا إيه، نشوف مع بعض. الشيخ البراك بيقول لفظ الأعضاء والجوارح من الألفاظ المحدثة في صفات الله تعالى، لم يأتي في الكتاب ولا في السنة إطلاق نفيها ولا إثباتها، ونفيها من الألفاظ المجملة، فمن أراد بذلك نفي التجزؤ عن الله تعالى فهو حق، ولكن اللفظ محدث. الشيخ البراك بيقول إن لفظ الأعضاء والجوارح دي ألفاظ محدثة، يعني الشيخ البراك مش عاجبه إن الصفات الخبرية يطلق عليها اسم الأعضاء والجوارح، ويقول إن لفظ الأعضاء والجوارح محدثة، واللي بيستخدم لفظ الأعضاء والجوارح إذا كان قصده إن ينفع عن الله التجزؤ يبقى كلامه حق، بس أصلاً لفظ الأعضاء والجوارح ده لفظ محدث مش موجود لا في القرآن ولا في السنة. ونكمل مع بعض ونشوف كلام الشيخ البراك هيقول إيه. الشيخ البراك بيقول ومن أراد نفي حقيقة اليدين والعينين والساق والقدم فهو مبطل، وهذه الصفات لله تعالى لا يقال لها أعضاء ولا جوارح لما في هذا اللفظ من الاحتمال الذي يتوصل به المعطل إلى مراده. وبيكمل الشيخ البراك كلامه يقول إن اللي بيستخدم الألفاظ زي الأعضاء والجوارح اللي هي محدثة بس كان قصده إنه ينفي الصفات الخبرية زي اليدين والعينين والساق والقدم فهو مبطل، وأصلاً دي صفات لله ولا يقال عنها إنها أعضاء أو جوارح، ولكن اللي بيستخدم الألفاظ دي اللي هي الأعضاء والجوارح لأنه عاوز يعطل الصفات الخبرية. يعني يقول إزاي الله ليه يد وساق وعينين ورجل دي أعضاء للناس، فكده في تشبيه الله بالقلب، وبرضو فيها إن الله يتجزأ، فإزاي تخرج من الإشكال ده؟ فيقوم الأشاعرة يعطلوا معناها الحقيقي ويقولوا إن معناها مجازي، وده هو التعطيل بينه. وفي الحقيقة إن كلام الأشاعرة الدكتور عبد القادر الحسين وكلام الإسماعيلي وكلام ابن حجر بيقولوا بيه وبيصححوا أحد
علماء غلاة الحنابلة الوهابية، ودي المفاجأة اللي هختم بيها الحلقة، ونشوف مع بعض الفيديو الجاي للشيخ الدكتور. القسم الثالث ما لا يدرك العقل كونه وصفا ولا يدرك كونه فعلا، وذلك مثل 7 نصوص: الوجه واليدين والعين والساق والقدم والأصابع والشخص. هذه السبعة لا يدرك العقل أن كونها صفة، لا يمكن أن يخبر بها عن الله، لا يجوز أن يقال الله عين أو وجه أو يد أو أصابع، جل الله عن ذلك، فلا يحل الإخبار بها عنه، ولا يمكن أن تكون ملازمة لكل الموصوف، والصفة لا بد أن تكون ملازمة لكل الموصوف، فإذا هي ليست في الأصل على ناصفة. كذلك ليست أفعالا، لا يمكن أن يقول أحد إن الوجه أو العين أو اليد أو الأصابع أو الشخص أو القدم أو الساق صفات، أقصد أفعال لله، أبدا ليست أفعال. فما هي؟ لم نجد في ذلك أي نص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أي نص عن الصحابة الكرام، ولا أي نص عن التابعين، ووجدنا أن أتباع زي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الوهابي ضده، هو بيقول إن في ألفاظ ما نقدرش نقول إنها صفات أو أفعال، مثل الصفات الخبرية الوجه واليد والعينين والساق والقدم والأصابع والشخص، وهذه السبعة لا يدرك العقل كونها صفات، ولا يجوز إن الواحد يخبر بها عن الله. يعني ما نقدرش نقول إن الله يد أو رجل أو أصابع، ودي مش صفات، لأن الصفات لازم تكون ملازمة لكل الموصوف، فإذا هي مش صفات ولا أفعال، فما حدش يقدر يقول إن اليد والرجل والأصابع أفعال لله، ومفيش أي نص عن الرسول أو الصحابة أو التابعين علشان يقولوا لينا هي صفات أم أفعال. الشيخ الدودو هو من علماء غلاة الحنابلة الوهابية، بيوافق الأشاعرة في معتقدهم. وتابعوني الحلقة الجاية وألتقي بكم في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة، فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.